السلام عليكم. اليوم ما نتكلموا على العمليات تاع التنقيب تاع الغاز والبترول في الجنوب الجزائري، واللي عرفت يعني قفزة نوعية غير مسبوقة في يعني العامين أو ثلاث سنوات الأخيرة، وكل عام في اكتشافات جديدة للغاز. واليوم نتكلم على ثلاث اكتشافات تمت في ولاية تيميمون وبقيمة إجمالية نتاع حوالي 20 مليون متر مكعب يوميا، وهذا أمر جيد سوف يساهم لا محال في تطوير الطاقة الإنتاجية العامة على المستوى الوطني، اللي راه حاليا حوالي 100 مليار متر مكعب سنويا. 50% من هذه القيمة الإنتاجية تروح للاستهلاك الداخلي، والخمسين أخرى يتم تصديرها عبر أنابيب الغاز باتجاه إسبانيا وكذلك باتجاه إيطاليا. وللعلم أن الهدف هو الوصول إلى إنتاج 200 مليار متر مكعب سنويا في غضون السنة المقبلة. نترككم تتابعون ما تبقى من فيديو. السلام عليكم. بداية وبهدف ترقية القدرات الإنتاجية لمجمع سوناطراك ضمانا للأمن الطاقوي، دخل هذه السنة مصنع الحقل الغازي حسيبة حمو بولاية تيميمون الفتية حيز الخدمة بقدرة إنتاج تبلغ 4.5 مليون متر مكعب من الغاز يوميا، ليربط 24 بئرا غازية موجودة في محيط الموقع، ويساهم في تعزيز القدرة الإنتاجية للغاز في منطقة الجنوب الغربي. الحقل الذي يعد ثالث اكتشاف جديد إلى جانب حقلي تينركود وتيجران، اللذين تقدر سعتهما الإنتاجية ب3 ملايين متر مكعب لكل واحد منهما، شكل المحطة الثانية ضمن الزيارة الميدانية التي قام بها رئيس المدير العام لمجمع سوناطراك توفيق حكار إلى ولاية تيميمون.